بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أغسطس 31 عام 2023، المحاضرة رقم 26، وإحنا اتفقنا نخلي المحاضرة إجابة أسئلة في كل ما سبق في السبع فصول السابقة، علشان لما نبتدي فصل الدوائر ونيجي نتعرف على الكومبوننتس ونقرا سكيماتكس نبقى عارفين الكومبوننتس دي بتعمل ايه. فاللي عنده سؤال يتفضل يقول لي رقم الفصل ورقم الشريحة ونروح هناك ونتكلم من هناك. اتفضلوا يا فندم. اي اسئلة؟ كده انا هعتبر ان كل اللي انا قلته قبل كده مفهوم، واتمنى يكون ده صحيح، برغم ان انا بشوف اسئله كتيره على الجروب بتاعت الواتساب وكده، يعني بقدر افهم من خلالها انه في حتت كده الناس مش فاهماها. هل في حد عنده اي سؤال فيما سبق يقول لنا رقم الفصل ورقم الشريحه؟ لو سمحت يا دكتور، اتفضل. وانا بس كان عندي سؤال عن موضوع السايزنج بتاع المواسير. انا لما باجي احسب، يعني احسب الاقطار بتاعت المواسير بتاعتي، تمام، ببتدي اغير على حسب، بيبقى زي مثلا التوزيع بتاع المواسير المايه، اللي هو انا لما بدخل بموتوره كبيره قطر معين، وبعدين لما باخد تفريع بيبقى القطر اصغر وهكذا. المانيفولد مسألة السايزنج بتاع المواسير في النظام الهيدروستاتيكي اللي احنا بنتكلم عليه، هناك اختلاف بينه وبين المواسير في الهيدروديناميك سيستمز اللي هي شبكات توزيع المياه. طيب ايديالي انت المفروض تعمل سايزنج لخطوط التوصيل الهيدروليكية عندك في النظام الهيدروستاتيكي ازاي؟ اول حاجة بتقعد كده على المكتب وتتأمل الدايرة وتعمل ما يسمى بالفلو ديستريبيوشن اناليسس. يعني ايه فلو ديستريبيوشن اناليسس؟ معناه ان حضرتك بتعمل تحليل لتوزيع كميات التدفق او اللي بتسموها سريان في كل الخطوط الهيدروليكية اثناء عمل المعدة في الـ different phases of operation. يعني ايه different phases of operation؟ يعني انت بتقول والله لو عندك المكنة دي في النظام الصناعي، فغالبا المكنة دي بتعمل duty cycle. الديوتي سايكل دي بيبقى لها فيزز، مثلا سلندر بتبدا بسرعه وبعد كده تعمل كبس مثلا في مكبس او في انجكشن مولدنج ماشين، وبعد كده بترد تاني بسرعه، فانت عندك ثلاثه فيزز اوف اوبريشن اهو. في كل فيز اوف اوبريشن من دول انت بتحسب التدفق الاقصى اللي بيمر في كل ماسوره. وانت عندك ثلاث مواسير اساسيين في السيستم، واحده ماسوره ضخ اللي هي ورا الترومبة على طول، وعندك ماسورة راجع اللي واخدة الزيت وراجعة، وعندك ماسورة ساكشن اللي هي الترومبة بتسحب منها. فدول ثلاث خطوط أساسية. طيب وبعدين؟ ففي كل فيز اوف اوبريشن من شغل المكنة دي، إذا كانت بتعمل ديوتي سايكل مثلا، في كل فيز من الديوتي سايكل دول حضرتك بتعمل دراسة ايه هو التدفق الاقصى اللي بيمر في الماسورة دي. وانت بتعمل ده في غلطة شائعة بتحصل، وهي انه الناس بتفترض دايما انه اقصى تدفق ممكن يمشي في اي ماسورة في الدايرة هو التدفق بتاع الترومبة. غلط، خاصة لو حضرتك بتستخدم ديفرنشال سيلندر اللي هي بتبقى سنجل روب سيلندر فيها، او حتى دبل روب سيلندر. المهم انه لو عندك في السيلندر التو افكتيف ارياز اكروس ذا بيستون مش مظبوط، مش زي بعض، مش ايدنتيكال، يعني السيلندر ما هياش سينكرونس، ما هياش دبل رود والاثنين رود زي بعض، فده هيؤدي الى انه يحصل فلو جنريشن من ناحيه الاريا الاكبر على اي حال. طيب لو المكنه دي مش بتعمل ديوتي سايكل، لو المكنه دي حفار مثلا، يعني ما بتعملش ديوتي سايكل منتظمه، برضو حضرتك بتشوف اقصى سرعه مثلا للبوم
ومثلا يعني، وبتشوف الخطوط اللي هي بتغذي البوم ده على اقصى سرعه دي، والبوم طالع والبوم نازل، لازم تعمل ده في الاتجاهين، لان احنا قلنا ما تفرضش انه السريان الاقصى اللي بيمشي في الماسوره هو التدفق بتاع الترمبه، وده خطا شائع عنه. فعلى اي حال، لما تدرس عمل المكنه في جميع احوالها في جميع الفيزز اوف اوبريشن، وتطلع من هناك باقصى سريان لاقصى سريان اللي بيمشي في كل ماسوره على حده، هتقدر تستخدم ده في انك تعمل سايزنج للماسوره دي. طيب هتعمل سايزنج على اساس ايه؟ هتعمل سايزنج على اساس انه ما يحصلش تربلنت فلو في الماسوره دي. طيب هو التربلنت فلو بيحصل امتى؟ بيحصل لما الرينولدز نمبر بيعدي قيمه معينه. يبقى لازم تعرف ايه هو الرينولدز نمبر، فهترجع لمحاضره رقم 2. طب الرينولدز نمبر ده فيه مفردات مختلفه، يعني ايه فيه مفردات مختلفه؟ الرينولدز نمبر ده فانكشن في ايه؟ فانكشن في سرعه الزيت، فانكشن في اللي ماشي، اللي هو يعني برضو في النهايه هي فانكشن في التدفق، اللي اقصى تدفق ماشي في المضخه، في سوري في الماسوره. وفانكشن كمان الرينولدز نمبر في نوع الزيت اللي انت بتستخدمه، وفانكشن في فالرينولدز نمبر له معادله الديامتر. في الدايمتر. الرينولدز نمبر له معادله معرفه، فبالتالي علشان تحسب السايز لازم تكون عارف الاثنين بارامترز التانيين. خلاص، السايز اللي هو الدايمتر، يبقى لازم تكون عارف اقصى تدفق، وقلنا ده هنعرفه من الفلو ديستريبيوشن، وتعرف كمان الفيسكوستي بتاعت الزيت اللي انت هتستخدمه، فبالتالي وتحط رينولدز نمبر اقل من 2000 علشان يعني تبقى في السيف سايد، تخلي مثلا 1500 ما تخليهوش على البوردر. ومن هنا للماسوره المحدده دي، سواء اذا كانت ساكشن بايب ولا ديسشارج بايب ولا ريتيرن بايب، بتقدر تحسب الماسوره دي على حده. خلاص، فده الاسلوب العلمي لعمل سايزنج للمواسير. هذه المساله تم مناقشه الرينولدز نمبر وتعريفه في المحاضره رقم 2. الكيس ستاديز بتاعه السايزنج والحاجات دي موجوده في كتاب انا عملته مخصوص للترانسميشن لاين. الكتاب ده المفروض انه موجود، وخليني اوريك خليني اروح لاي، طبعا انا مش عارف من هنا من لكن هروح على الديسكتوب من هنا كده، واروح على التكست بوكس هنا. ففي كتاب اللي هو بتاع الترانسميشن لاين ده، لاينز ده، لما تروح في التيبل اوف كونتينس بتاعته تكست بوك اهو، ولما تروح في التيبل اوف كونتينس بتاعته هتلاقي هنا بتكلم عن البيزك تايبس في الترانسميشن لاين، والكونتامينيشن كنترول في الترانسميشن لاين، والسيفتي والمينتنس بتاع الترانسميشن لاينز، والترابل شوتنج والفيلير اناليسيس، وبعدين الانرجي لوسس اللي بيحصل فيها، بنتكلم عن الفلو باترنز اللي هي لامينر وتوربنت وكده، كل الكلام هنا على الترانسميشن لاينز طبعا، والبريشر دروب اللي بيحصل فيها، وازاي بتعمل لها موديلنج. ففي الجزء ده احنا عندنا كيس استادي جيده جدا للسايزنج بتاع الترانسميشن لاينز. طبعا هيجي ميعاد ان احنا نبقى نتكلم على الموضوع ده في كورس منفصل، لكن انا حبيت بس ادي لك مختصر لما هو عندنا. أرجو تكون الإجابة دي وافية. أي سؤال تاني يا فندم؟ أي سؤال تاني يا فندم؟ سؤال تاني يا دكتور بعد إذن حضرتك. اتفضل. مجموعة الكتب دي تمام، هل هي بالسعر بالدولار ولا بالمصري، وكيفية الحصول عليها؟ الكتب بالأسعار الموجودة على الويب سايت بالدولار، وانا عارف انها ممكن تبقى بياند قدره حد انديفيديوال على انه يشتريها. الكتب لها ناشر وفي تعاقد معاه،
اللي بموجبه بيتم بيع الكتب دي على مستوى العالم طبعا، على امازون ومن خلال الجامعه، والكتب بتستخدم في الكورسات اللي انا بعملها داخل الجامعه. طيب العدد ده بيخلص امتى؟ بيخلص بعد سنتين كده. الكتب دي فيها جزئين، جزء تكست بوك اللي هو الريفرنس الاساسي اللي فيه الشرح بالكلام، وفي جزء تاني مكمل للكتاب اللي هو الورك بوك، اللي انا في نهايه كل شابتر عامل فيه كيو ان اي سيكشن، يعني اسئله واجوبه ومالتيبل تشويسز كده عشان تعمل اسسمنت لنفسك بعد نهايه كل شابتر. وفيها برنت اوت للباوربوينت اللي انا بشرحه لحضراتكم في بشرح لحضراتكم في المحاضرات. انا بعمل تركيبه كده دلوقتي علشان على الاقل الورك بوكس دي تبقى متاحه، نطبعها في مصر فتبقى متاحه بسعر يبقى افوردبل لاي حد يقدر يشتريها. فبالتالي كل المحاضرات اللي احنا بنشرحها دي يبقى عندك هاند اوت تقدر ايه تمسكه في ايدك وتراجع منه وتبص فيه، يبقى مكمل لجزء الفيديو اللي احنا بنعمله. بس طبعا الترتيبه دي هتقول لها 3 شهور ولا حاجه، لما اشوف ازاي انا اقدر واشوف تكلفتها هتبقى ايه واحاول اظبط ده. فبحاول اعمل ده مع بارتنر في مصر بحيث انه الورك بوكس دي تبقى افيلابل ليكم، لانه التكست بوكس انا يعني مش عارف هقدر اخليها افيلابل ولا لا، لان تكلفتها حتى لو طبعت في مصر ممكن تبقى غاليه، بس انا لسه بدرس المساله دي. لكن انا من ناحيتي بحاول ان انا اخلي يبقى في ريفرنس في ايدك للكتب دي افوردبل بسعر كويس. الجزء اللي انا بحاول ادرسه دلوقتي تطبع، بحاول اعمل سامبل يعني عشان اشوف تطبع ابيض واسود ولا الوان عشان تبقى التكلفه افوردبل. طبعا طباعتها ابيض واسود هيفقد 50% من قيمتها، لانه انا بعتمد كتير جدا على الالوان في الشرح. فبحاول مهمة يا دكتور طبعا الألوان. طبعا مهمه جدا. فبالتالي انا بحاول اشوف مع اكتر من بارتنر في مصر ازاي نقدر نوفر على الاقل الورك بوكس. لو لقيت التكلفه كويسه ونقدر نوفر التكست بوكس كمان، وبدل ما نغلي التكلفه بان احنا نعمل لها يعني هارد باوندد كفرز وكده، وممكن نعملها سوفت باوندد كفرز، فطبعا لازم اشوف سامبل واتكلم مع ناس واحاول اطبع سامبل كده. لو المساله دي نجحت ان شاء الله نقدر نخليها افيلابل باذن الله. بس معلش يا دكتور، ابيض واسود ده يوتيوب ده هيبقى يوتيوب طبعا طبعا. انا فاهم كده. فعشان كده انا بحاول دلوقتي ان انا احاول اضغط التكلفه بحيث انها تبقى افوردبل. يعني لما تشتري اما تشتري الكتاب ب 500 جنيه افضل بكتير ما تشتري ب 5000 جنيه، يعني انا عارف طبعا. فهي الكتب متسعره بالدولار حسب ما هو يعني متاح هنا في امريكا وفي العالم. يعني الحمد لله الكتب دي بتتباع من استراليا لكندا للمكسيك لاوروبا للهند كده يعني. فالحمد لله هي خدت الحمد لله سمعه كويسه في المجال، وربنا يسهل ان شاء الله ونكمل الموسوعه. يعني جزء من حلمي ان اكمل موسوعه متكامله، يبقى كوريكولم كامل من الفاندمنتالز لغايه اعلى مستوى في مجال التحكم الهيدروليكي، يعني بحيث انه محدش يبقى مضطر يدور على معلومه خارج الموسوعه. فلله الامر من قبل ومن بعد. ربنا يوفق سعادتك. اتفضل يا فندم باي سؤال. يا دكتور نكمل يا دكتور. طيب واضح يا دكتور، بس اتفضل يا فندم. محدش يتردد في انه يسال اي سؤال، يعني مفيش سؤال وحش وسؤال حلو، كل الاسئله متاحه وان شاء الله نجاوب عليها. اتفضل. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. كنت بسال حضرتك بخصوص الاكيميليتور، لو حصل في تسرب ولا حاجه هو البلاد الطيب، ازاي اقدر اعرف المشكله ديت وازاي ان انا اظبط الضغط بعدها عندي في الدائره؟ هو طبعا المشكله البلادر طيب انه ممكن البلادر ده يحصل فيه كراك، يعني يتشرخ كده،
فبالتالي هيحصل تسرب للنيتروجين اللي موجود جوه. المفروض ان حضرتك بتراقب بصفه دوريه ضغط الغاز داخل الكلاير. وطبعا مش الحل انه لما تلاقي التسريب ده بيستمر بيريوديكالي انك تزود النيتروجين تزود النيتروجين تزود النيتروجين. ليه؟ لان النيتروجين ده هيخش يختلط ب هو جاز في الاخر، فهيختلط ب صحيح انرت جاز يعني، لكن هيختلط بالزيت يعمل بابلز، يعمل لك مشاكل، يعمل لك الراتيك موشن، يعمل لك فومينج، يعمل لك يعني اكيد بيبقى له سايد افكتس يعني. فبالتالي مش الحل لو انت بالذات لو انت عندك بلادر تايب او حتى اي يعني حتى لو بيستول تايب، مش الحل دايما ان انت لما تلاقي ان الضغط ده عمال يقل يقل انك تزود نيتروجين. لا، ده انت لازم تقف تشيل ده وتعمل له تصينه، تعمل له انسبكشن وتصينه، تغير البلادر بقى، تغير البيستون والسيلز بتاعته لو هو بيستون تايب، تغير الدايفرام لو هو، فلازم له صيانه. بس لكن هو الوسيله الوحيده اللي بنعرف منها انه في تسريب هو انك بتراقب دايما ضغط الغاز. ليه؟ ازاي؟ في عداد لازم يبقى موجود فوق الاكيوميليتور يقيس ضغط الغاز. ما فيش العداد ده خلاص هتركب انت عداد، وفي كده كت بتتباع بيبقى فيه عداد بتوقف المكنه بتقيس بتركب العداد بتاعك وبتقيس الضغط. فده برضو من الاشياء اللي هنبقى نتكلم عليها في السيفتي والمينتنانس كورس اللي هو كورس رقم 5 لما نيجي عند الجزء بتاع الاكيوميليتورز. هو بيبقى الضغط فايبريتد طالع نازل، الضغط الغاز يعني بيبقى في حاجه في القربه بتاعه الاكيوميليتور، بيبقى الضغط عندي المؤشر البوينتر بتاعه فايبريت، بيبقى في اهتزاز موجود داخل الاكيوميليتور، بيبقى العداد بتاع دوره الهيدروليك ببقى في بتاع المنطقه دي ببقى عارف ان هنا في قربه ضربت، بيبتدي عندي المؤشر بتاع البريشر يبقى بيبريتر، ما يبقاش ثابت على قيمة معينة. ده المؤشر بتاع ضغط الغاز ولا ضغط الزيت؟ ضغط الزيت. ويبقى فايبريتد؟ فايبريتد. طب ايه ارتباط الفايبريشن في الضغط ده بانه القربة ضربت؟ لان هو المفروض ان هي القربه دي ابسورب الفلكتويشن اللي موجود في البريشر، فمعنى ان هو ما يحصلش الابسوربشن ده للفلكتويشن بتاع البريشر ده، بيبقى ده انديكيشن ان في عندي حاجه في القربه، يا اما الضغط بتاعها مش مظبوط تمام، ده على فرضيه انه الاكيموليتور انت مستخدمه ده مستخدمه للغرض ده انه يابسورب البريشر فلكتويشن، لانه في اكيموليتور ثانيه مش بتستخدم للغرض ده، في اكيموليتور ثانيه بتستخدم لغرض اخر وهو مثلا الانرجي سيفنج او انك تدي او ريزيرف او ستاند باي باك اب باور سورس زي ما قلنا قبل كده او الاخر. لكن لو انت بتتكلم على فرضيه انه الاكيوميليتور ده اكيوميليتور صغير ومحطوط ورا الترومبه على طول علشان يابسورب الفلكتويشن، فلو انت شايف الفلكتويشن يبقى الاكيوميليتور كده مش شغال. فعلى فرضيه انه بيستخدم للغرض ده انا متفق معاك. تمام ماشي. اي سؤال تاني؟ بالنسبه للغاز يا دكتور، لما جه بقى غاز النيتروجين بفتحته في حدود كام حضرتك؟ ضغط النيتروجين اللي جوه الاكيوميليتور. تمام ضغط النيتروجين اللي جوه الاكيوميليتور ده ما فيش حاجه اسمها ضغط ثابت للنيتروجين جوه الاكيوميليتور، ده كل اكيوميليتور له انيشال جاز بريشر حسب معطيات. ايه هي المعطيات؟ المينيمم سيستم بريشر، الماكسيمم سيستم بريشر، حجم الاكيوميليتور قد ايه، وانت عايز تخزن فيه قد ايه. بس المعلومه السريعه يعني اللي تقدر تعتمد عليها ايه هو المينيمم سيستم بريشر عندك
في سايكل ما و الانيشال جاس بريشر بيبقى المفروض انه 90% منها. ده لو كان الاكيوميليتور بيستخدم في التطبيق بتاع الانرجي سيفنج، يعني هو بيحوش زيت وبعدين يديه للدايره وبعدين في وقت تاني الدايره واقفه هو بيتحوش فيه زيت تاني. فلو كان الاكيوميليتور بيشتغل بهذه الدوريه علشان يوفر طاقه فاحنا بنحسب الانيشال جاس بريشر على كده. لكن افتراضا انه الاكيوميليتور ده مش بيستخدم في حاجه غير انه بس ايه بنفتح بلف عنده يديني بايلوت بريشر، فبنشوف احنا البايلوت بريشر ده قد ايه وبنعلي الانيشال جاس بريشر اعلى منه شويه، فاهم؟ فاذا الانيشال جاس بريشر مفيش حاجه اسمها كل الاكيوميليتور تشتغل عند انيشال جاس بريشر واحد، لا ده هو كل اكيوميليتور حسب تطبيقه، تمام؟ فما ما حدش يقدر يقول لك لا انيشال جاس بريشر 500 بي اس اي او مثلا 20 بار او 30 بار. اللي هيقول لك كده يبقى مش فاهم. انما الاكيوميليتور ده بيعمل ايه في الدايره، من هنا بنقدر نعرف الانيشال جاس بريشر بتاعه قد ايه. تمام تمام شكرا لحضرتك. اتفضل اي سؤال تاني. في هو دكتور في اختلاف بين الهيفي اكويبمنت والاندستريال بالنسبه للدوائر الهيدروليكيه. في الحكايه دي احنا بالمناسبه ناقشناها في المحاضره الاولى لما جينا نتكلم وقلنا الاندستريال فيرسس موبيل. لو تفتكروا هنا ايوه لما جينا نتكلم هنا اندستريال فيرسس موبيل. موبيل دي اللي هي يعني كل المعدات اللي متحركة. خلاص قلنا من فضلكم اعملوا ميوت عشان نعرف نتكلم. فالاندستريال فيرسس موبيل احنا قلنا ايه؟ لما تيجي تفصص الدايره سواء بقى الدايره دي في حفار او في مكبس هتلاقي المكونات الاساسيه واحده، يعني هتلاقي ترومبه هنا وهنا وهتلاقي بلوف هنا وهنا وهتلاقي اكتويترز هنا وهنا. يبقى ايه الاختلاف؟ من حيث تكوين الدايره نفسه هتلاقي ايه؟ الاثنين شبه بعض جدا او الاثنين بيحتووا على المكونات الاساسيه لانشاء دايره او لتصميم او لبناء دايره هيدروليكيه. انما الاختلاف بيجي منين؟ الاختلاف بيجي ابتداء من فلسفه التصميم. يعني ايه؟ يعني انا النهارده عايز اعمل سايزنج للسلندر دي، خلاص ايا كان بقى سواء في اندستريال او في موبيل. فعشان تعمل سايزنج للسلندر دي انت بتحل معادله بسيطه قوي اللي هي بتقول فيها البريشر بيساوي ضغط التشغيل بيساوي الحمل على المساحه. ماشي معايا؟ طيب المعادله دي عشان انا احلها لازم يكون فيها مجهول واحد، خلاص. الفورس دايما دي بيبقى فيريبل معطى، يعني من معطيات التصميم. واحد بيقول لك انا عايز اشيل 100 طن حمل او عايز يشيل 50 طن حمل، فده حاجة يعني المعطى. انما الاثنين التانيين انت لازم تحلهم، يا اما تفترض الحجم وتحسب ضغط التشغيل او تعمل العكس، او تفترض ضغط التشغيل وتحسب الحجم. طيب هتقولي هتفرق؟ اقولك في فلسفة التصميم هتفرق. ازاي؟ لو انا بتكلم على معده متنقله اللي هي حفار مثلا هيفي اكويبمنت، حفار لودر جريدر سكيد ستير وات ايفر، خلاص هتحل المعادله دي ازاي؟ هتفترض ده وتحل ده، ولا تفترض ضغط التشغيل وبعدين ضغط التشغيل يطلع لك اي حاجه؟ كان عايز حد يجاوب. لو انا بتكلم على معده متنقله افترض ليه بتفترض الاريا الاول؟ مع ان يعني في الاتجاهين مش المفروض ما تفرقش، يعني الحسبه يعني بتفترض الاريا اول ليه؟ عشان تبقى كومباكت. مش كومباكت، قصدك كومباكت. كومباكت هو عايز يقول ايه يا اسلام؟ عايز يقول ان انا
لما باجي اصمم دايره لمعده هيدروليكيه بيبقى البريوريتي رقم واحد ان انا اعمل النظام ده مدمج على قدر الامكان، لان انا ما عنديش رفاهيه السبيس، ما عنديش سبيس كتير في معده بتمشي على الارض. انا عايز اخلي الصمام الاخر سوري عايز اخلي السيستم على بعضه يبقى اقل ما يمكن في الحجم عشان اقدر احطه جوه المعده، لان كل ده هيجره انجن. المعده دي ما هيش ثابته على الارض زي المكبس ولا زي فهتيجي تقول والله انا عايز سلندر قد كده، هيجي الراجل بتاع الاستراكشرال انجينيرنج اللي هو بقى بيبني الحديد وبتاع المعده نفسه هيقول لك انا ما عنديش ليك المساحه دي، من فضلك خلي السلندر بتاعتك قد كده. فانت لازم تراجع ده اولا نمره واحد مع الناس، مع زمايلك في نفس التيم بتوع تصميم المعده دي، هما يقولوا لك المساحه المتاحه ليك ايه. فده المتاح ليك، انت ما تبداش انك تقول والله انا هستخدم 100 بار وبعدين المساحه دي تطلع لك مثلا 20 سنتي. ما حدش هيسمح لك بال 20 سنتي، فانت لازم الاول تامن المساحه بتاعتك ثم تحسب. انما لو انا بصمم دوت المعده دي لغرض ستيشنري يعني مكبس او انجكشن مولدنج ماشين، بيبقى الهدف بتاعي ان انا ابقى كومبيتيتيف. نمره واحد برايورتي بالنسبه لي هيبقى البرايس عشان اقدر ابيع المعده دي. طيب ما انا عشان اقلل سعر المعده لازم اخلي ضغط التشغيل قليل، فلما اخلي ضغط التشغيل قليل هقدر اجيب خراطيم رخيصه، اقدر استخدم ترومبه رخيصه، وهكذا على كل الايه على كل العناصر. فانت في لما تيجي تصمم لمعده بقى ثابته اللي هي بنسميها اندستريال، فهتقول والله انا مش عايز ازود الضغط عن 100 بار عشان البرايس بتاعي يبقى كويس. ده هينتج بسببه انك هتستخدم ايه سلندر اكبر شويه، ماشي ما عندكش مشكله في السبيس وما عندكش مشكله في الوزن لان دي معده ثابته خلاص. فشوف انت ماشي في سكه كده وسكه كده حسب البرايوريتي بتاعت التصميم. هل ده كل حاجه؟ لا، في حاجات تانية. يبقى احنا بنطلع من هنا بكونكلوجن. ايه هو الكونكلوجن؟ انه دايما هتلاقي ضغوط التشغيل في المعدات المتنقله والهيفي اكويبمنتس اعلى منها نسبيا فيما هو اندستري. ليه؟ لان كل ما علا الضغط في المعدات المتنقله كل ما استطاع يستخدم اكتويترز اقل. صحيح الحاجه بتبقى اغلى، لكن في الاخر هو حقق الكومباكتنس اللي بيدور عليها خلاص. فلما تيجي تشوف ضغوط التشغيل في الاندستريال هتلاقيها من هنا لهنا، في الموبيل هتلاقيها من هنا لهنا اعلى نسبيا خلاص. وبعدين لما تيجي تشوف الدرايفنج سبيد بتاعت الترومبه بتدور بسرعه قد ايه. في الاندستريال دايما احنا بنستخدم مواتير كهرباء بتدور الترومبه، فانت مرتبط بالسرعات الستاندرد بتاعت مواتير الكهرباء دي 1200 1800 2200 خلاص. لكن انت في المعدات المتنقله هيفي اكويبمنت الانجن بيدور الترومبه، ممكن تدوس على الانجن توصله ل 2500 مثلا، فعاده الترومبه بتدور اسرع. طيب ايه تاني؟ درجات الحراره في المعدات المتنقله، في المعدات المتنقله بتخضع للجو اللي بتشتغل فيه المعده دي. يعني المعده دي ممكن في الشتاء تشتغل بره في درجه حراره صفر، وجوه وتشتغل في درجه حراره مثلا 42 45. لكن المعدات الثابته غالبا بتبقى تحت جملون متغطيه في ويل فنتليتد كلايمت، يعني ويل كنترول كلايمت، يعني بتقدر تتحكم فيه، فما بتتعرضش للاجواء الصعبه زي المعده المتنقله. ده بينعكس على التصميم طبعا، ما انت لازم تجيب خراطيم ضد الهيوميديتي وضد مش عارف الراست وضد وضد، فكل ده بيأثر في انتقاء العناصر لانه المكان اللي بتشتغل فيه المعده بيأثر. الحاجة التانية برضو المعدات المتنقلة دي بتمشي في طينة وفي تلج وفي رملة لكن المعدة الثابتة موجودة زي ما قلنا اندور وفي كلايمت كنترول وفي ظروف أفضل. الفالفينج ده بينعكس برضو على تصميم مجموعة البلوف. أنا في المعدة الثابتة ممكن أجيب بلف هنا ووزع بلف هنا ووزع بلف هنا ووصلهم بمواسير وخراطيم، لكن زي ما قلنا ما أقدرش، ما عنديش رفاهية المساحة في المعدات المتنقله، فبالتالي بستخدم الكونسيبت بتاع الكومباكت كنترول بلوكس. بتلاقي كل السبولز في كنترول بلوك واحد، والكنترول بلوك ده هو اللي بيدور الايه الاوبريشنز المختلفه. في المعدات الثابته اللي هي الاندستريال انا بشيل بلف ريكسروس واحط بلف باركر، بشيل باركر واحط ايتن،
انما في المعدات المتنقله غالبا يعني ما عنديش الانترتشينجابيليتي دي او فيري ليميتد. ليه؟ لان هي جايه كنترول بلوك متصنع لها، ما عنديش رفاهيه ان انا اشيل الكنترول بلوك ده واجيب الكنترول بلوك من سوق تاني غيره، غير التصميم ده، لانه ده مصمم للمعده دي. فالانترتشينجابيليتي بين الكومبوننتس الستاندرد ما عنديش رفاهيه زي كده في المعدات المتنقله. حاجه تانيه برضو مهمه جدا، وانت بتصمم لمعده متنقله او هيفي اكويبمنت بيدورها بني ادم قاعد جواها، ففي الحاله دي لازم يكون في اهتمام اكبر لما يسمى بالفيل سيف ديزاين استراتيجيز. لو السيستم ده وقع باظ، الراجل اللي جوه ده هيموت ولا نعمل حسابه انه يبقى فيه؟ انما في الغالب في المعدات الثابته، مكبس، انجكشن مولدنج ماشين، الاوبريتور مش جوه المكنه، هو بيدورها صحيح بس بيدورها من كنترول بانل بعيد عنها شويه او الى اخره، او هي متسيجه مثلا المكبس ده عليه سياج كده، ما لو حاجه وقعت هتبقى جوه. فكل دي في الاخر بتاثر في شكل ونوعيه عناصر وكونستراكشن، يعني تصميم بنائي، وبين ده وبين ده. لكن لما تيجي تفصص في الاخر المكونات الاساسيه، هتلاقي هنا بامب وهنا بامب، هنا كنترول فالفز وهنا كنترول فالفز، هنا اكتويتورز وهنا اكتويتورز. طيب اتمنى تكون الاجابه دي يعني ادت الغرض. تمام. هو بيختلف بالنيم بتاعها، بالنيم بتاع الكومبوننت ولا مش شرط؟ باسم الكومبوننت يعني؟ لا، ما هو انت يعني لما بنتكلم على ترومبا، الترومبا هنا هيبقى ترومبا لها اسم حسب الاوردرنج كود بتاعها، وهناك لها اسم حسب الاوردرنج كود بتاعها. بس طبعا بعض الـ يعني مثلا ايه، بشوف انا بعض التسميات في السوق كده يقول لك دي اوبن سيركت بامب ودي كلوز سيركت بامب. لما تسمع ده تفهم ان الاوبن سيركت بامب دي معموله لاوبن سيركت، والكلوز سيركت معموله لهيدروستاتيك ترانسميشن. كلوز سيركت يعني معناها ان الطرمبه بتدي الموتور والموتور الراجع بتاعه بيرجع تاني يتسحب. فلما تسمع تسميات زي كده يبقى ايه، يبقى تفهم انه جايز الهيدروستاتيك، جايز الكلوز لوب بامب دي بتستخدم في الهيفي اكويبمنت علشان تمشي المكنه قدام ورا، او عشان تدور وينش او حاجه زي كده. مثلا لما تسمع دايركشنال كنترول فالف او تسمع كنترول بلوك، دايركشنال كنترول فالف ده اسم متداول في الاندستريال ابلكيشنز. كنترول بلوك هو برضو دايركشنال كنترول فالف بس اسم متداول في الهيفي اكويبمنت. خلاص، بس فانت خليك مع الاسماء الستاندرد، مش مع اسماء يعني المتداوله بتاعه الايه، الناس اللي بيتداولوها يعني خارج الاستاندرد. تمام، شكرا يا دكتور. اتفضل. اي اسئله تانية فيك؟ اي اسئله تانية فيك؟ طيب لو مفيش اسئله فندي كده انترودكشن عن او نبدا شويه كده، عندنا نص ساعه نبدا في الهيدروستاتيك ترانسميشن، سوري، نبدا في الهيدروليك سيركتس. عارف ليه مسيطر عليا الهيدروستاتيك ترانسميشن النهارده؟ فنبدا في الجزء ده. السلام عليكم يا دكتور، ممكن سؤال بسيط كده بعد من سيادتك؟ ممكن ايه يا فندم؟ ممكن سؤال بسيط بعد من سيادتك؟ طبعا اتفضل، اهلا بيك، اتفضل. هو بالنسبه في الشواكيش الحفارات، ممكن ناخد فكره بسيطه كده بس ازاي بتتحول تدفق الماء لحاجه تردديه بالهيدروليك؟ الشواكيش بتاعت الحفارات. تمام. ده خارج السكوب بتاع خبرتي، فاي كلام هقوله لك مش هيبقى مجدي. حتى لو فكره بسيطه بس، الحركه تدفق الماء ازاي بتحول الى حركه تردديه؟ انا ما اعرفش، ما شوف انا ما درستهاش قبل كده، فما عنديش اجابه. على فكره في حاجه مهمه جدا انا برضو عايز انبهكم ليها، واحده من الحاجات الجميله قوي اللي انا اتعلمتها هنا، انه لما ما اعرفش اقول ما اعرفش.
صح، ده اللي من قال لا اعرف فالافتى صح. انا اصله في ناس يعني دايما بتخاف تقول ما اعرفش او بتتكسف تقول ما اعرفش. لا ما اعرفش كلمه جميله جدا، ما اعرفش كلمه جميله جدا. ميزه كويسه سيادتك يا دكتور. لان هو مين 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 يحيط بعلم بكامل اطرافه يعني؟ فانا ما يعني مدرسة انا بدرس كل ما هو زيت، لكن حركه الشواكيش دي بس انت نبهتني ان انا ممكن ابص فيها عشان ابقى اعرف المساله دي. هي واحده من الاتاتشمنتس طبعا، انتوا عارفين الحفارات، انتوا عارفين اي معده حتى متنقله احيانا بيدي لك معاها اتاتشمنتس وبتبقى اوبشنال يعني اختياريه، عايز تاخد الاتاتشمنت ده تاخده، مش عايز تاخده عشان تشيل مثلا الجزء بتاع الباكت ده وتحط بداله شاكوش. بس انا مش عارف الشاكوش ده بيشتغل ازاي، ما اعرفش الكونسبت بتاعه، خصوصا ان انت بتتكلم على انه هو سيادتك بكل الشاكوش يعني انا فاهم اللي هو الهامر ده مستقل بذاته يعني بعيد عن بعيد عن الدائره الهيدروليكيه. تمام تمام، بس انا ما اعرفش الحقيقه هو بيشتغل ازاي. فكلمه تقريبا معظمهم نيوماتيك. ما اعرفش. لا بيشتغل هيدروليك سيادتك، بس بيكون فيه بيتشحن نيتروجين له كده مكان بيشحن فيه نيتروجين كده. في كتالوج يا دكتور هبعته على جروب عن الشواكيش. طيب تمام كويس قوي، يبقى شيء مفيد. تمام، اي اسئله ثانيه يا فندم؟ اي اسئله ثانيه يا فندم؟ طيب احنا هنا عندنا يعني 13 موضوع في تقنيات بناء الدوائر الهيدروليكيه، ودي اساسيات يعني، حتى مش هنناقش دوائر ضخمه ولا معقده ولا ولا ولا، لان احنا لسه في الانترودكشن، فلكن هنناقش اساسيات بناء دوائر هيدروليك وناخد سوليوشنز ونعمل انيميشنز وحاجه زي كده. فلما تيجي تبص للكم نقطه دول هتلاقي ان في الاول خالص لازم اول اعتبار وانت بتيجي تصمم دايره هيدروليكيه، اول اعتبار تبص فيه هو السيفتي، وتاني اعتبار تبص فيه هو الانرجي سيفنج. تمام، بعد كده اعمل اللي انت عايزه بقى بدون ترتيب خلاص. فلما نيجي نتكلم على السيفتي ده موضوع كبير قوي خلاص، كبير بحجم ان هو قد يحتاج يعني كورس يومين منفصل مثلا، يومين يعني 6 ساعات تدريب في كل يوم، اللي هو تحت اسم الفيل سيف ديزاين استراتيجيز، وده جزء طبعا بحضره في الايه في الادفانسد كورس. لكن تحت بند السيفتي في حاجات كتير قوي ممكن تناقشها زي ما قلت لك، وتاخد وقت طويل واوت اوف سكوب اوف ذا انترودكشن كورس. بس انا هاخد لك اول واحده، اول نقطه في السيفتي ايشوز خلاص، يعني في مسائل السيفتي اول نقطه عايز تاخد بالك منها وتعمل لها حساب، هي انك تعمل ليميتيشن للماكسيمم بريشر في الدايره او في اجزاء منها مختلفه خلاص. احنا بنعمل ليميتيشن للماكسيمم بريشر ازاي؟ الكوست افكتيف سوليوشن هو انك تستخدم ايه؟ تستخدم العنصر ده. حد يقدر يقول لي يسمي لي العنصر ده؟ pressure reducing relief valve. لا pressure relief. pressure relief صح كده؟ طيب احنا برضو جزء من الاوتكم ليرنينج بروسيس اللي احنا عايزين نعملها في الشابتر ده ان نتعلم نعمل descriptive naming، يعني تقول الاسم بتاع العنصر بشكل يوضح انك فاهم العنصر ده كويس قوي، وما تضطرش اللي قدامك انه يسالك اسئله تانية. ممكن استفسار سيادتك يا دكتور؟ نعم. احيانا بشوف مثلا شيء اسمه ميك اب فالف، يعني فيه ممكن اساسيات ممكن بشوفها في الدوائر ما بتكونش موجوده اساسا في الاساسيات. طبعا ميك اب فالف على سبيل المثال. في وزي ما شفت برضو على الجروبس الناس بتتكلم على بالانسينج فالف، دي بتبقى نون ستاندرد نيمينج كونفنشن. الراجل اللي كتب تسميه الدايره او تسميه العناصر داخل الدايره
كتبها حسب فهمه هو مش حسب الستاندرد. فانت يعني دايما زي ما بقول لك خد السيمبل بتاع الفالف وروح ارجع للايزو 1219. الايزو 1219 ده اللي هو الستاندرد اللي بيحدد الاسماء الستاندرد بتاعه البنوك. خلاص يعني انا سيادتك الميك اب فالف ده كان عباره عن دايره مغلقه وكان هو ما هو التشيك فالف عالي. تشيك فالف عالي راكب على ترومبه الشحن ومسمى الاثنين مسميهم سيادتك ميك اب فالف. هو مسمي ميك اب فالف على اساس ان الشارج بومب دي بتعوض النقص علشان تزود اللو بريشر. بتتكلم على دايره مغلقه مش كده؟ تمام سيادتك. فهو ده هو التشيك فالف، اثنين تشيك فالف قصاد بعض كده على اساس انه لو قلب الدايره، لو باي دايركشنال موتور وقلب الدايره، فعلشان ما يحصلش كافيتيشن في اللو بريشر سايد، فهو بيخلي التشارج بامب تروح على واحد من التشيك فالفز دول وتغذي اللو بريشر علشان ما يحصلش كافيتيشن في الدايره. فهو سمى ميك اب علشان بيعوض النقص، لكن هو تشيك فالف. هو بيسميه مش بيسميه باسمه الستاندرد، هو بيسميه بالوظيفه اللي هو بيعملها. تمام. في سؤال ثاني سيادتك يا دكتور، اتفضل. بالنسبه لتاثير سياران المائع في الاماكن اللي بتكون ضيقه مثلا زي الاورفيس او كذا او كذا او غيرها، تمام سيادتك؟ ايوه. مش هل بتكون في حركه اضطراب ويعني الخارج بيكون عن حدود الرينولد نمبر فبتكون سياران اضطرابي ممكن تولد بعد الفقاعات او كذا، بيحصل انخفاض للضغط ثم ضغط الخنق؟ والله المساله اللي انت بتتكلم فيها دي يعني شيء بيحصل او فولت معين، ديفولت معين بيحصل في دايره. انا عشان اجاوب محتاج اشوف الدايره واقدر ارد ليه ده بيحصل، انما على شكل تخيلي كده مش فاهم ممكن ده يكون بيحصل ليه. وطبعا الاوريفيسس معروف الهدف منها انها بتعمل فلو كنترول، والضغط قبلها بيبقى اكبر من الضغط بعدها، والمفروض في الظروف الطبيعيه ما تعملش فقاعات او حاجه زي كده. لكن علشان اناقش فوق ديفولت معين بيحصل في الدايره لازم اشوف الدايره واناقشك فيها عشان اعرف ايه الاعراض اللي بتحصل وايه نتيجه الاعراض. هي في فينومينا موجودة في البلبز، في معظم البلبز اللي هي السوبر كابيتيشن غير الكابيتيشن، بتبقى أعلى شوية من الكابيتيشن، تمام، وممكن تعمل بلوكينج في الفلو. احنا اتكلمنا في الحكاية دي لو فاكرين في الدايركشنال كنترول فالز، قلت لكم انه في حاجة اسمها الباور ليميتس بتاعت البلوف. لما بتشوف الكاركترستيك كيرف بتاعت البلف، البلف بيعتبر اوريفيس، فالفلو خلال البلف ده هو علاقه غير خطيه مع الديفرنشال بريشر. يعني لما تيجي تشوف العلاقه بين الديفرنشال بريشر اللي بينشا اكروس ذا فالف مع الفلو اللي ماشي في الفالف، هتلاقي انه كل ما الفلو اللي ماشي في البلف يزيد كل ما الديفرنشال بريشر يزيد 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 يزيد. لغايه امتى؟ لغايه الباور ليميت بتاع البلف ده. هتلاقي حتى لو زودت الديفرنشال، حتى لو زودت الفلو بعد كده، او يعني حتى لو الديفرنشال بريشر زاد، هتلاقي انه مع زياده الديفرنشال بريشر ده الفلو بيبدا يقل. ليه؟ لان انت كده عديت الباور ليميت بتاع البلف ودخلت في القصه بقى بتاعه الكافيتيشن والسوبر كافيتيشن، وممكن يحصل بلوكينج جوه البلف نفسه. تمام. فده بيحتاج سايزنج للبلف بشكل منضبط مع كميه السراين اللي ماشي فيه، والا هتتعرض لفيرمينولوجي. وده بيحصل نتيجه ايه؟ احيانا تشيل بلف كبير وتحط بداله بلف صغير، يكون الرمز زي ما هو مثلا، بس انت شلت بلف كبير وحطيت بلف صغير. طبعا وقلنا قبل كده انه احنا بنختار السايز بتاع البلوف اساسا على معدل السريان، مش على الضغط. فلما بتختاره على اساس، لو انت عملت اندر سايزنج البلف ده لو هو مفتوح على الاخر هيفضل خانق الدايره، ولو عملت اوفر سايزنج بتفقد الريزوليوشن بتاع الكنترول. تمام. فاي عرض ممكن يحصل في البلف بالشكل ده بنسبه كبيره قد يكون نتيجه الامبروبر سايزنج، او البلف الاصلي اتشال وتحط واحد اصغر منه او اكبر منه، ف
بتحصل حاجه من الاثنين دول، يا تخنق الدايره ويعدي الباور ليميت بتاع البلف وتخش مشاكل الكافيتيشن والسوبر كافيتيشن جوه البلف نفسه، ثم لو كبرت البلف يبقى هتدخل في مساله ايه انك تفقد الريزوليوشن. تمام. طيب نكمل في الموضوع ده ولا لسه في اي اسئله تاني؟ نكمل يا دكتور. لو حد عنده اسئله ما فيش مشكله، ممكن توقفني في اي مكان. خلاص. فبقول لكم، كنت بقول انه واحده من الاوبجكتيفز اللي انا عايز احققها اننا نتعلم نعمل نقول اسم العنصر بشكل دقيق يوضح كل مواصفات العنصر على قد ما نقدر. فانا لما سالت حضراتكم قلت لكم ده العنصر ده ايه، قلتوا لي ده بريشر ريليف فالف. صحيح، بس تعريفك ناقص. دايركت. ده ايه بقى؟ دايركت بريشر ريليف. لا ده مش بايب، ده دايركت. 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 بتقول دايركت. دايركت اوبريتد بريشر ريليف. لما تقول لي كده وانا مش شايف الرمز افهم انت بتقول ايه. ومظبوط على 200 بار. ماشي، يعني مظبوط على 200 بار ده اديشنال انفورميشن. لكن لما تقول لي ده دايركت اوبريتد بريشر ريليف حلو قوي. طيب يبقى اذا احنا الحل الابسط من ناحيه السعر عشان تعمل ليميتنج للماكسيمم بريشر قدام الترومبه عشان تحقق السيفتي الخاصه بالبريشر، اللي هي مش كل حاجه في موضوع السيفتي، قلنا السيفتي دي بند كبير قوي بيندرج تحتها 100,000 حاجه، بس احنا هناخد واحده بس من 100,000 او اهمهم، وهي انك ازاي تظبط الماكسيمم بريشر عند الترومبه. واحده من الحاجات السيفتي الاساسيه. ينفع تعمل دايره هيدروليك، ينفع تعمل دايره كهربيه من غير فيوز، من غير اوفرلود بروتكشن؟ ما ينفعش. فبالتالي في الدوائر الهيدروليكيه لازم تستخدم ده، وده حل رخيص جدا. خلاص، فانت بتظبطه هنا. لو حصل بلوكج هنا قدام الترومبه لاي سبب من الاسباب، البلوكج ده انا معبر عنه بالاورفيس دي، ممكن اقفلها وافتحها في الانيميشن. فلما بقفلها الترومبه ما عندهاش حل غير انها تروح تجبر الريليف فالف ده انه يفتح عند الضغط الاقصى اللي الدايره تقدر تحتمل. هل الطريقه دي افكتيف افيشنت؟ يعني هل انك تسيب الترومبه رايحه على الريليف فالف دي طريقه افيشنت؟ لا طبعا، عشان الهيت واللوس. بالظبط، لانك هتسخن الزيت، هتقلل عمر الزيت، هتدفع كتير في تغيير الزيت، وكمان هتدفع فلوس تاني علشان تشيل الحراره اللي هي انت ولدتها. بس ده للناس اللي هي عايزه تريح دماغها وتحل مشكله الماكسيمم بريشر بمبلغ قليل. لكن الافضل من كده انك تعمل ايه؟ انك تستخدم ايه؟ فاريبل بامب. الفاريبل بامب دي للهدف ده اللي هو انك تليمت الماكسيمم بريشر في الدايره، بنسميها ايه؟ بروبورشن. بنسميها بريشر كومبنسيتد بامب. خلاص، بريشر كومبنسيتد بامب مشهوره جدا. والكنترولر اللي موجود هنا عنده اتصال بالبريشر اللي هو قدام الترومبه، يعني بترجع له كده بايلوت بريشر اللي هو قدام الترومبه، ياثر على ايه؟ على البيستم اللي موجود هنا. خلاص، لو احنا عايزين يعني نرسم ده. وبعدين في سوسته هنا، زي ما حضرتك بتظبط السوسته بتاعه الريليف فالف ده، المفروض نحط سهم هنا كده، زي ما هو حضرتك ممكن تظبط ايه السهم بتاع السوسته دي، على اساس انه لما الضغط هنا يوصل للضغط الاقصى، بدل ما نخلي الترومبه دي تروح على الريليف، هو الكنترولر بتاع الترومبه دي يروح عامل ديستروكينج للبومب، يخلي الديسبليسمنت بتاعه البومب زيرو. يبقى الترومبه دي في الكاركترستيك كيرف بتاعها بتشتغل زي الفيكس بالظبط، لكن عند الضغط الاقصى بيجي الكنترولر عامل ديستروكينج، يعني لو هي دي سواش بليت بيحط السواش بليت انجل عند زيرو، يبقى الترومبه ما بتطلعش فلو، بس بتبقى في وضعيه انها دايما محافظه على الماكسيمم بريشر. خلاص، هنا طبعا في الشكل ده الترومبه مطلعه الماكسيمم فلو، فالضغط قليل حسب الحمل اللي موجود. بس لو قفلنا دي زي ما هتشوف الانيميشن دلوقتي، هتلاقي الترومبه رايحه فين؟ على زيرو فلو.
هل هي فعلا في الوضعيه دي بتطلع زيرو فلو؟ ما هو لو بتطلع زيرو فلو الضغط المفروض يقل، صح ولا لا؟ يعني لو الترومبه دي بتطلع زيرو فلو هيبني ضغط ازاي هنا؟ حد يقدر يجاوب؟ لا يا دكتور، بيطلع منهم فلو عشان تحافظ على الليبريكيشن وفي نفس الوقت تحافظ على الضغط الدائري. المينيمم فلو ده بيساوي ايه تقريبا عشان يبقى النت فلو اللي طالع هنا زيرو قدام الحمل ده؟ المينيمم فلو اللي طالع من الترومبه بيساوي الانترنال ليكج بتاع الترومبه، تمام؟ فهي بس انا طالما وقفت الترومبه يبقى انا هحتاج لوبريكيشن في ايه؟ لا انت ما وقفتهاش الترومبه، ما زالت. ما هو ده برضو جزء، ده سؤال كويس عشان نحل مشكله خطا شائع. الدي ستروكينج ذا بامب doesn't mean ان الترومبه مش بتدور، لا، الموتور بيدور الترومبه على طول ما بيقفش، فالميكانيزم بتاع الترومبه شغال بيدور، لكن انت يبقى ده اللي بنسميه الايديال او السلو رانينج او الايدل رانينج. ايدل رانينج، ايدل رانينج، انا متفق، اقبل التسميه دي منك. ايدل رانينج معناها ايه؟ انك انت الترومبه في وضع الايدل. ايدل يعني ايه؟ يعني مش بتطلع فلو للسيستم، هي بتطلع فلو قد الراجع، قد الانترنال ليكج، قد التسريب الداخلي جواها، فالنت فلو اللي طالع عند الحمل صفر، خلاص. فده بيخلي دايما ان الترومبه دي محافظه على الماكسيمم بريشر اللي انت ايه، اللي انت ظابط الكنترولر ده عنده. فبدل ما انت بتظبط الماكسيمم بريشر من ريليف فالف زي ده، انت بتظبط الماكسيمم بريشر منين؟ من الكنترولر بتاع الترومبه نفسه، تمام؟ ماشي. طيب هسال سؤال وبعدين نشوف الفيديو مع بعض. السؤال هنا هو ايه؟ هل مع البريشر كومبنسيتد بامب دي هل ضروري احط ريليف فالف ولا ممكن اشيل الريليف فالف ده؟ لازم ريليف فالف عشان الريسبونس. ممكن يحصل حاجه في الكنترول بتاع البامب. ممكن اشيله يا دكتور. ممكن اشيله، ممكن اشيله، بس الريسبونس ممكن اشيله. لازم ريليف فالف. لا طب خلينا اديكم الانبوت بتاعك. ممكن الترومبه دي تشتغل لوحدها من غير ريليف، بس لو حصل مشكله في الكنترولر ده وما فتحش الدنيا باظت، السيستم هيضرب من اضعف نقطه. ايوه، يبقى انا لما بحط الريليف، لما انت بتشوف بريشر كومبنسيتد بامب ومعاها ريليف، بيبقى السبب في وجود الريليف ايه؟ فور سيفتي، مور سيفتي. بالظبط كده، بالظبط كده. يبقى ادي حته سيفتي ثانيه في التصميم، خلاص. لان معلش بعد اذن سعادتك، في الاندستريال او في اي فيلد لازم اهم حاجه ان انا اامن الشغل ده، حتى لو هتكلفني ان انا ادفع ثمن ريليف بامب. ده اللي بيسموه فيل سيف ديزاين استراتيجيز، خلاص. ما عشان كده انا بقول لك العنوان ده فيل سيف ديزاين استراتيجيز، تحتها بقى ايه؟ ميت سوليوشن، بجمعه لكم ان شاء الله، ونبقى نعملها تبع الكورس الايه بتاع السيستم ديزاين استراتيجيز، خلاص. انا كنت سامع اسلام بيقول حاجه عشان الريسبونس، مش عارف انت قصدك ايه يا اسلام. في حالة وجود سيرج فلو اللي بيتعامل معاها الريليف، المضخه الريسبونس بتاعها ضعيف. مين قال؟ قليل. مين قال ان المضخه الريسبونس بتاعها ضعيف؟ مين قال؟ لا عادي. لا هو لو ده اتقفل، هو بص ده له ريسبونس وده له ريسبونس. ما هو ده خلينا اسالك سؤال تاني بقى. سؤال تاني في السلايد اللي جاي، احنا لسه مش شفناش الفيديو ده، بس خليني اسالك السؤال اللي هو ايه. احنا عرفنا خلاص ليه بنحط ريليف فالف، بس لو حطينا ريليف فالف هنا، مين فيهم يتظبط اعلى، الريليف فالف ولا الكومبنسيتور بتاع الترومبه؟ الريليف هو الاعلى. الريليف هو الاعلى. ليه بقى الريليف هو الاعلى؟ لانك لو ظبطت الريليف اوطى من الكنترولر ده، الترومبه ايه اللي هيخليها تعمل دي ستروكينج؟ الزيت هيلاقي ان هنا اسهل فيعدي من هنا، فلازم الريليف فالف ده هو اللي تظبط ايه؟ اعلى. طيب لما تيجي تظبط بقى الريليف، احنا اتفقنا ان الريليف هيتظبط اعلى، يبقى مين فيهم ينظبط الاول؟ الكومبنسيتور ولا الريليف؟ الريليف. كومبنسيتور؟ لا، الريليف، لانك لو ظبطت الكومبنسيتور الاول عمرك ما هتعرف تظبط الريليف. طب هنعملها عمليا ازاي الحكايه دي؟ في الدايره قدامك اهي، اعمل ميوت من فضلك. طيب
هنظبط ازاي؟ احنا اتفقنا بقى انه الريليف يتظبط اعلى، ولازم هو يتظبط الاول، لان لو ظبطت الكومباسيتور الاول مش هتعرف تظبط الريليف. طب عمليا نعملها ازاي الحكايه دي؟ هتيجي حضرتك تروح فاتح ده على الاخر، يبقى ستيب واحد تفتح الريليف فالف على الاخر، ستيب اتنين تقفل الكومبنسيتور على الاخر. خلاص اسيبوها ورايا كده، ستيب واحد افتح الريليف على الاخر، ستيب اتنين اقفل الريليف اقفل الكومبنسيتور على الاخر كانك معليه تماما، وبعدين اقفل ده تماما، اللود اللي هو قدام الترومبه ده اعمله بلوكج او اقفله تماما. دلوقتي لما ندور الترومبه الماكسيمم بريشر هيبقى كام؟ أنا زيرو. زيرو ليه؟ لانه ده مفتوح على الاخر، يبقى الترومبه هتروح فين؟ على ده. حلو التاني. هاجي انا بقى على النوب بتاعه البلف ده واقفلها شيئا فشيئا فشيئا لغايه ما اوصل لغايه ايه؟ 210 بار، مش كده ولا ايه؟ تمام. طيب انا الترومبه دي متوصله على اتنين ريليف، واحد اهو مظبوط على 210، واحد مظبوط على اعلى 210، اعلى من 210 لانه قافل خالص. يبقى الماكسيمم بريشر مين اللي بيتحكم فيه دلوقتي؟ الريليف، صح ولا لا؟ تمام. لما تيجي بقى تظبط الكومبنسيتور هتروح فاتح ده شيئا فشيئا، وعينك على العداد هنا، اول ما تلاقي العداد ده بدا ينزل تحت ال 210 خليك حريص، لان هنا بقى مين اللي بيتحكم؟ الكومبنسيتور، لانه بقى هو اللي اقل، فلما تظبطه على ايه؟ على 200 كده، يبقى الكومبنسيتور اتظبط على 200 والريليف هنا اتظبط على 210. لما تحصل مشكله عند ده، ده هيفتح عند 210، لكن ده شغال كويس هيفتح عند ايه؟ عند 200. لو انت قلت لي لا طب انا خليني اظبط الكومبنسيتور الاول، هقول لك ماشي، اقفل دي على الاخر وافتح ده على الاخر واقفل ده على الاخر عشان تجبر الكومبنسيتور هو اللي ايه؟ يتحكم في الضغط. يبقى انا هنا مقفول وهنا مقفول وده مفتوح على الاخر. لما اجي افتح ده على الاخر وادور الترومبه، الماكسيمم بريشر زيرو لان ده مفتوح على الاخر. هبدا اعلي الكومبنسيتور، اقفل 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 بالكومبنسيتور لغايه كام؟ لغايه 200. طيب انت بقى عايز تظبط ده عند 210، عمره هيتظبط عند 210؟ عمره مش هيتظبط عند 210. ليه؟ لانك هتفضل تقفل الكومبنسيتور، البامبه مش هتسمح له، مش هتسمح له، لان اول ما تيجي 200 الترومبه هتقف، مش هتقف دوار، هتدي لك ماكسيمم بريشر 200. واضح؟ واضح. يبقى لما الريليف فالف يتظبط اعلى والريليف فالف يتظبط الاول، وكده يبقى انت عندك سيستم امن في التشغيل، والانرجي سيفنج بتاعته جيده جدا، لان انت بتستخدم بريشر كومبنسيتور. تعالوا بقى ايه نلعب شويه في الانيميشن ده اللي هو رقم 707. معلش اتقل يا دكتور. اتفضل. ممكن اقول على الكومبنسيتور بامب بريشر كومبنسيتور بامب variable speed compensator pump؟ لا variable speed بتجيب لا ما تقول variable، انت تقول variable displacement pump مش variable speed. variable speed بتجيب ايوه، علشان ما بقاش ان انا يعني خليتها specified للسبيد، خليتها ايه؟ يعني لما اقول variable displacement تمام يبقى خلاص بيبقى variable fuel variable quantity. طيب variable Q variable discharge. اوكي، ما هو ده يرجعنا للي احنا قلناه في انواع الكنترولات المختلفه. احنا قلنا في هما كلهم variable displacement by the way، تمام، سواء انت بقى بتتحكم في الضغط او الفلو او الباور، خلاص كلهم لازم يبقوا variable displacement. ومعنى كلمة variable displacement إن السايز متغير والفلو متغير، تمام، لكن لما تقول pressure compensated بنعرف إن الكنترولر هنا الهدف منه يعمل limiting للmaximum pressure. يبقى ادي أول واحد اللي هي إيه؟ pressure compensated or pressure controlled pump. ماشي؟ تمام. النوع الثاني اسمه displacement controlled pump، هي لازم تبقى variable displacement عشان تعمل displacement control. الهدف هنا في displacement control ايه؟ ان انا ابقى interactively عندي access ان انا احط بمزاجي، مش على حساب الضغط، لا ده بمزاجي انا no matter الضغط ايه.
احط البامب دي في 20% في 30% في 40%، انا كده بغير الديسبليسمنت عشان اغير الفلو، ولازم تكون الترومبه فيريبل ديسبليسمنت عشان اعمل كده. بس الكنترولر لما تقول عليه ديسبليسمنت كنترول يبقى الهدف منه انه يغير الديسبليسمنت نو ماتر البريشر ايه ولا الباور ايه. تمام. ولما تقول باور كنترول يبقى انت هنا بتغير الديسبليسمنت بتاعت البامب عشان تحافظ على ماكسيمم باور معينه. تمام ماشي معايا كده. ادي يبقى بريشر كنترول، ديسبليسمنت كنترول، باور كنترول. ممكن نعمل كومبينيشن من اي ثلاثه في دول؟ حتى الثلاثه موجودين في كنترولر واحد؟ حسب انت عايز تعمل ايه. اتفقنا؟ طيب نيجي بقى للايه. انا بأصل معاكم مفاهيم علشان نمشي كلنا على خط واحد. هو لو كل واحد قعد يعني يحط زي تسميات مختلفه مش هنفهم بعض. فجزء من الستاندردايزيشن ان احنا نفهم بعض. تمام؟ زي بتوع العماره ما بيفهموا بعض وزي ما بتوع الكهرباء ما بيفهموا بعض. نيجي بقى للفيديو ده نشوف بيعمل ايه، نشوف هنفهم منه حاجه ولا لا. دكتور اتفضل. وفي الحاله دي انا بظبطها على اقل من ضغط البريشر ريليف فالف. مش انت سمعتنا بنقول انه ال 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 الترومبه دي الكومبنسيتور بتاعها المفروض يبقى اقل من الريليف، لان لو الريليف اقل ايه اللي يخلي الكومبنسيتور يشتغل؟ ما الزيت يروح هنا. فين؟ طيب سؤال تاني. تمام. طيب نشوف الفيديو ده بيعمل ايه بقى. ده بيوريني الريليف فالف. يعني طبعا هنا حسب ما انت بقى ظابط الريليف فالف تقدر تقفله، تظبط الضغط، بس لازم الحمل هنا يبقى بلوكت. يعني انت بنتخيل كده ان في حمل تقيل قوي قوي قوي. في الحاله دي بنفتح ده على الاخر وندور الترومبه، ولما ندور الترومبه بنقفل النوب دي شيئا فشيئا لغايه ما نعمل ايه، ما نظبط ده. لما بتستخدم ريليف فالف بس يعني. خلاص. في انيميشن تاني اعتقد خاص بالموضوع ده، علشان اشغل الانيميشن ده. عشان اشغل الانيميشن ده لازم اشغل الاوتوميشن ستوديو. وعلشان اشغل الاوتوميشن ستوديو انا محتاج خليني اشوف انت ممكن اشغلكم الانيميشن ستوديو ده عشان نشوف الدوائر دي مع بعض. بس هحتاج للاسف ليو اس بي بورت ثالثه، وانا ما عنديش يو اس بي بورت ثالثه، مش هعرف اشغل الانيميشن، هنعتمد على الفيديوهات بس. طيب اي سؤال في الجزء ده؟ اي سؤال في الجزء ده؟ تمام. طيب زي ما حضرتك عملت ليميتيشن للبريشر قدام الترومبه، هتلاقي نفسك مضطر احيانا تعمل ليميتيشن للبريشر في اجزاء اخرى من الدايره. زي مثلا النظام ده او النظام ده. لما يبقى عندك تاندم سنتر زي كده، يعني التو وركينج بورتس او التو لود بورتس بلوكت في السنترال بوزيشن زي كده، كل مره هتيجي توقف الاكتويتر هيقف بشكل فجائي. لو الاكتويتر ده كان بيتحرك بسرعه كبيره او متعلق معاه حمل كبير له انرشي عاليه، فده بيعمل بريشر سبايكس. يعني ايه بريشر اوفر شوت؟ كل مره تيجي توقفه. ليه؟ لان الانرشيا دي بتبقى عباره عن كاينيتيك انرجي محتاجه تو بي ابسورد عشان الاكتويتر يقف في مكانه. فمين اللي بيشيل دي؟ الكاينيتيك انرجي دي مين اللي بيمتصها؟ بيمتصها الزيت. فالزيت ده بيمتصها ضغطه بيطلع بيطلع فجائيا كده وبعدين ايه ينزل تاني. فالبريشر سبايكس دي ممكن تبقى فوق قدره الخطوط الهيدروليكيه دي،
خصوصا لو انت بتعمل ستارت ستوب ستارت ستوب كتير فريكوينتلي، او الدايره دي بتعملها سايكلينج مثلا، فالنتيجه انه وارد جدا انه يحصل اوفر شوت في اللاين ده ويحصل اوفر شوت في اللاين ده، فكل واحد فيهم بيبقى ايه، بيبقى محمي ببريشر ريليف فالف. ممكن يبقى البريشر ريليف فالف ده لما يبقى لما بتشوف الريليف فالف ده من غير الارو اللي هو على السبرينج، فده معناه انه ده فاكتوري سيت ريليف فالف، انت ما بتخشش بايدك تظبطه، ده هو من المصنع نفسه مظبوط. والكلام ينطبق سواء انت كنت بتستخدم الاكتويتر ده او بتستخدم الاكتويتر ده. خلاص، فقبل ما نشوف الانيميشن تعالوا كده نجرب نشوف اذا كنا بنقدر نعمل ديسكريبتيف نيمينج للامور. حد ممكن يسمي لي العنصر ده وان دايركشنال روتيتنج، وان دايركشنال بام، بنسميها يوني دايركشن. تمام، طيب فيكسد ديسبليسمنت بام. ايوه بالظبط، يبقى لازم تكمل الديسكريبشن دي، فيكسد ديسبليسمنت يوني دايركشنال بام. خلاص انا من غير ما اشوف السيمبل انا عارف. حد ممكن يسمي لي العنصر ده برايم موفر الكتريك موتور؟ لازم تقول لي الكتريك موتور، لانه البرايم موفر ده ممكن يبقى انجن وممكن يبقى ايه. تمام. طيب حد ممكن يوصف لي ايه ده؟ ديفرنشال سيلندر. طيب انت لما تقول لي ديفرنشال سيلندر انا ممكن اقول هي سنجل رود او اتنين رود، بس الاثنين سنجل رود دبل اكتنج. بالظبط، شفت بقى ديك بتصلح نفسك اهو، دبل اكتنج سنجل رود ديفرنشال سيلندر. خلاص انا خلاص اتفهمت كده بالنسبه لي، مفيش حاجه تانية اقدر، مفيش حاجه ثالثه اقدر افكر فيها. تمام، سنجل رود ديفرنشال دبل اكتنج سيلندر. طيب لو انا حطيت لك هنا سبرينج وهنا سبرينج كده، وقلت لحد وصف لي العنصر ده، هيقول ايه؟ في ستة سبيكس، ست مواصفات لازم تقولهم لي. initially centered. لا، اول لما تيجي توصف directional control، لما تيجي توصف directional control valve لازم اول حاجه تذكرها هم الاثنين الرقمين التو ديجيتس 4 3. بالظبط 4 3. ادي اول مواصفه. تاني حاجه لازم تقول لي اسم السنترال بوزيشن او الانيشال بوزيشن، تاندم سنتر. يبقى 4 باي 3 تاندم سنتر. تالت مواصفه لازم تقول لي الفالف ده ازاي اكتويتد، اند مانيوال. كويس، مانيوالي اكتويتد باي ليفر، بيبقى فيه كده زي عصاية. انما الرمز ده اسمه بوش بوتن، بوش بوتن اكتويتد، يعني هو بوتن بتزقه كده وبتشده كده. خلاص، ده الرمز ده موجود فين؟ ارجعوا لما يسمى بالايزو 1219، ابقى اشوف لكم منه PDF وحطه لكم على الجروب. فاتفقنا 4 على 3 تاندم سنتر بوش بوتن اكتويتد. لازم المواصفة الرابعة بعدها تقول لي ايه، ممكن تعمل ميوت يا اسلام، اعمل ميوت يا اسلام. تمام يا دكتور. المواصفه الرابعه لازم تقول لي ازاي البلف بيريست. يعني انت لما تشيل السيجنال، هو البلف بيرجع تاني ازاي للريست بوزيشن؟ سبرينج. سبرينج سنتر، يبقى لازم تقول سبرينج سنتر. تمام، وبعدين اسم البلف اللي هو دايركشنال كنترول دايركشنال، وبعدين البلف لازم تقول لي ده هو دايركت اوبريتد ولا بايلوت اوبريتد؟ دايركت اوبريتد، دايركت اوبريتد دايركشنال كنترول. ده لما نيجي بقى نرص الكلام ده كله ورا بعضه هتقول ايه، 4 باي 3 تاندم سنتر بوش بوتن اكتويتد سبرينج سنتر دايركت اوبريتد دايركشنال كنترول. ده كانك بتقول الاسم السداسي للايه، للصمام كده. انت ممكن تبعت ايميل لحد من غير ما ترسم له سيمبل، هو فاهم انت بتتكلم في ايه. اتفقنا؟ طيب البلف ده حد يقدر يوصفه لي؟ ميك اب. انت بتقول عليه ميك اب عشان هو نون ريتيرن فال، او تقول تشيك فال، هو وظيفته انه يعمل ميك اب هنا، انما ما اسموش ميك اب فال. يعني انا لما اخده واحطه قدام الترومبه دي
علشان يحمي الترومبا من اي شوك لود، هيبقى اسمه ميك اب فالف. ميك اب فالف بادي خلاص، يبقى هو اسمه يبقى احنا بنوصف الفالف باسمه مش بوظيفته. خلاص يعني انا ينفع اوصف الصمام ده على انه سيلندر اوبريتنج او سيلندر اوبريتد، يعني ده وظيفته ان يحرك السيلندر دي، اسميه بالوظيفه دي ولا اسميه باسمه الستاندرد؟ خلاص. فايه حكايه ميك اب بقى؟ جايه منين التسميه دي؟ البلف ده هنا هو نون ريتيرن فالف، بس وظيفته انه يمنع الكافيتيشن، فبيسموه انتي كافيتيشن فالف كمان. خلاص، هو محطوط هنا عشان يعمل انتي كافيتيشن. يعني ايه انتي كافيتيشن؟ يعني لما حضرتك بتوقف السيلندر دي، لو السيلندر دي اتزحلقت شويه قدام بعد ما وقفت بالانيرشيا، كان الانيرشيا دي عباره عن حمل خارجي بيحاول يشد السيلندر او يزقها، فلما يجي يشد السيلندر مفيش زيت هنا، هيحصل كافيتيشن. فده يروح عامل ايه؟ طالما التشيك فالف ده متصل بالتانك، فاي نقص في الضغط هنا هيروح فاتح ساحب شويه زيت من هنا حاططه منه. ده اللي اسمه ميك اب، تعويض يعني. فتعويض بهدف ايه؟ انه يمنع الكافيتيشن. خلاص، ده موجود وممكن تلاقيه في الموتور، ممكن تلاقيه في سيستم زي ده او تلاقيه في سيستم زي ده حسب احنا محتاجينه او مش محتاجينه. وفي المعدات التقيلة جوه السكشن نفسه، كل سكشن من الكنترول بلوك ممكن تلاقي فيه الميك اب فالفز دي، او اللي احنا اللي هي المفروض اصلا تشيك فالفز، بهدف تعويض الزيت او منع الكافيتيشن من الحمص. حد يقدر يوصف لي العنصر ده؟ باراموتور. كويس، تو دايركشنال موتور. طيب انا مش عارف ده هيدروليك موتور، انا مش عارف ده هيدروليك موتور ولا الكتريك موتور. هيدروليك موتور. طيب اما تقول لي باي دايركشنال هيدروليك موتور، انا مش عارف ده فيكس ديسبليسمنت ولا فيريبل ديسبليسمنت. لا فيكسد. طيب يبقى نقول باي دايركشنال فيكس ديسبليسمنت موتور، باي دايركشنال فيكس ديسبليسمنت هيدروليك موتور. تمام تمام. دول بيسموهم كمان يعني من 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 وظيفة البلف ده، هو زي ما اتفقنا دايركت اوبريتد ريليف فالف، بس من وظيفته بيسموهم شوك ريليف. شوك ريليف عشان يمنع الشوك اللي بتحصل. ايس باي بريشر. ده شوك ريليف وده شوك ريليف كمان. وده خلاص كل حاجة بالنسبة لكم هنا معروفة. حد يقدر يوصف لي دي؟ ايه ده؟ فلتر. بس ما تقولي كده انا مش عارف ده بريشر فلتر ولا ساكشن فلتر ولا ريتيرن فلتر. ريتيرن فلتر. يبقى خليك واضح ومن الاول بدل ما انا اسالك تقول لي ريتيرن فلتر. تمام تمام. تعال نشوف بقى الفيديو ده اللي هو اتعمل على الانيميشن ده. اهو عملنا الانيميشن وصورته فيديو، فشوف بقى وانا بحرك هتلاقي دايما في واحد بيفتح شويه كده ويروح قافل تاني، صح؟ هتلاقي في ريليف فالف منهم يفتح يمتص الصدمه ويروح قافل تاني. هل احنا محتاجين ده في كل حاله بحرك فيها سلندر؟ لا، انا قلت لك ما انت بتقيم او بتحسب هل فعلا هيحصل شوك في البريشر ولا لا حسب السلندر دي ماشيه بسرعه قد ايه، متعلقه في حمل وزنه قد ايه، في مس كبيره ولا في مس مومنت اوف انرشيا، هل الموتور ده بيدور فلاي ويل كبيره قوي ولا لا. بس عايزك تركز على الشوك ريليفز دي بتفتح مومنتيرلي كده في لحظه وتقفل تاني. تمام، تعالى نشوف الفيديو الثاني 3-3-4 وده يبقى الكونكلوجن بتاع النهارده عشان احنا عدينا كده 13 دقيقه. 3-3-4. And this video will be about the use of relief valves to achieve something commonly known as cross-port braking. Some people say cross-port relieving. But really, since we have a flywheel mass, a runaway mass connected to our hydraulic motor, cross-port braking is going to be a more accurate description of the application
even though we are definitely using relief valves to achieve the effect. So I've got my cross معناهم اتنين ضد بعض يعني cross relief او معناهم اتنين ضد بعض directional valve running. I've energized the solenoid on the left side of the valve and flow is coming from the pump and is turning our hydraulic motor clockwise. Let's just think for a moment what happens when this valve closes at the center position. If there's a large flywheel mass connected to our hydraulic motor, can we realistically ask that motor to stop instantly? And I think you know that the answer to that is no, that could be very damaging. We might damage the hydraulic motor, we might snap the connecting shaft, we might produce a hydraulic pressure in هو بيقول لك انت لو وقفت البلف لو جبت البلف ده فجأة في السنتر والموتور ده متصل بماس مومنت اوف انيرشيا كبيره وبيدور بسرعه ممكن تتخيل ايه اللي ممكن يحصل ممكن تتخيل ممكن تكسر الشافت ده ممكن يحصل بريشر شوك عاليه جدا في الجنب الشمال او الجنب اليمين حسب انت بتدور كلوك وايز والكاونتر كلوك وايز ممكن يحصل دامج in the motor circuit that could burst a hydraulic hose. Yes, and that's a very interesting one to think about because as I let go of the valve here in a moment and we return to the center valve position, the closed center, where do you think the pressure will be at the hydraulic motor? Will it continue to be on the left-hand port as it is now or will the maximum pressure be somewhere else? Let's find out. I'm going to center the valve. Oh, there we go. Our high pressure moved over to the right-hand side. هو بيقول لك طبعا انت بتدور الموتور كلوك وايز فالضغط العالي هنا بس اول ما توقف ده هل الضغط العالي هيبقى هنا ولا هيبقى الناحيه الثانيه؟ هيبقى الناحيه الثانيه لانه ليه الناحيه الثانيه؟ لانه في الوقت ده لما انت بتوقف البلف الانرشيا الماس مومنت اوف انرشيا اللي بتدور دي العاليه جدا هتدور دي كمضخه فكانك بتضخ زيت في مسار ماء مغلق فمن هنا هتحصل البريشر شوك فبرضه دي جزء كويس يعني انت لما بتوقف الضغط العالي مش بيبقى هنا الضغط العالي بيبقى الناحيه الثانيه side of the motor. Does that make sense? Basically what happened is that when we closed the valve the flywheel mass was the energy to turn the motor and the motor essentially became a pump. Right. So without the cross port relief valve acting as a braking device we would very likely have produced a hose bursting pressure on the right hand port of the motor or we might have sheared the shaft. Something catastrophic would have occurred. So it makes sense to use the braking valve with a suitable setting adjust. شوف هنا قال braking valve. Braking valve على اساس انه البلف كمان بيساعد في فرمالة الموتور. اداله اسم حسب الوظيفه بتاعته الثاني بس احنا خلينا فاكرين دايما ان الستاندرد نيم بتاع ده انه دايركت اوبريتد بريشر ليد فالف did into the valve spring to keep the pressure on the outlet side of the motor which becomes a pump outlet keep that pressure reasonable and bring our flywheel mass to a more gradual stop and of course the same holds true for the opposite direction of rotation when we run the motor counterclockwise the same effect takes place just using the lower of our two braking valves here we go I'll center the valve هنا عايزك تلاحظ برضو حاجه ثانيه في الوقت اللي ده بيفتح بيقفل فيه على او بيفتح فيه عشان يمتص صدمه البريشر شوك اللي بتحصل هنا في نفس الوقت الانتي كافيتيشن فالف ده اللي هو تشيك فالف يعني بس وظيفته انتي كافيتيشن هنا فتح علشان ياخد شويه زيت من هنا يعوض بيهم اي نقص في الضغط هنا فسميه انتي كافيتيشن فالف سميه ميك اب فالف كل دي اسميه خاصه بالوظيفه بس هو تشيك فالف او نون ريتيرن فالف and there's our relief valve acting as a braking device now what you may be wondering about is these check valves known as anti cavitation valves and this connection to tank Why do those valves become active? Why all of a sudden is a check valve open during the braking sequence? That's a very interesting one. Obviously, oil cannot pass through these check valves on the way back to tank. That's the wrong direction. But they do open up, and if we look at the flow arrows, we see that we are drawing in some new fluid from the tank. Why is that?
Well, if our hydraulic motor was the type that did not have an external case drain line, as some motors are set up that way, if it was one that had only two main connections, two ports, then perhaps we wouldn't have needed these anti-cavitation check valves. But because we're using a motor that is designed to take some back pressuring on its outlet port and it has an external case drain line, we need these anti-cavitation check valves to help draw in fluid back into the motor circuit that will have gone missing during the braking sequence on the case drain line. It won't be very much. It'll be a small amount of fluid leaking back to tank on the case drain. But if this braking sequence happens many times per day, many times per hour, then any loss of fluid here has to be made up during the braking cycle with a fresh volume of oil from the tank. Otherwise, our motor that has become a pump would be suffering the effects of cavitation. So, بيشرح طبعا وظيفة الانتي-cavitation valve وبيعوض أي نقص في الضغط هنا نتيجة إن دلوقتي الماس مومنت اوف انرشيا دي بتدور الموتور كبمب. تمام؟ الانديكيشن بتاع الالوان هنا ايه يا دكتور؟ حتى الالوان دي ستاندرد بالمناسبه. الاحمر يعني هاي بريشر، والازرق يعني لو بريشر، والبيربل اللي هو البنفسجي ده بيبقى كافيتيشن يعني نيجاتيف جيج بريشر. والبرتقاني غالبا بيبقى بايلوت لاين. Coming across the braking valve to make up and provide the right volume to. خلاص احنا كده عرفنا فهمنا الحكايه دي. طيب لو مفيش اي اسئله لحضراتكم في الجزء اللي شرحناه ده يبقى النهارده كده تمام، ونكمل ان شاء الله في المحاضره الجايه. زي ما انتم شايفين ده الاسلوب اللي انا هتبعه في كل اللي عندي، يمكن تقريبا 50 دايره مختلفه و50 حاجه مختلفه عايزين نعملها في الدوائر، بس هنتعلم كده هنشوف الانيميشن، هنتكلم على كل عنصر في الدايره، هخليكم تدوني الكونتريبيوشن بتاعكم في توصيف العناصر، علشان في نهاية الموضوع يبقى حضرتك طلعت يعني learning outcome معقول ومنضبط. أي سؤال حضرتك؟ بعد إذنك يا دكتور، ما ينفعش أستخدم الكروس ريليف فالف ده مع السلندر نتيجة اختلاف الإرياد؟ أنت قصدك هنا علشان الإريا مختلفة على الجانبين، فبالتالي الكروس مش هيعرف يتعامل معاها. والله هي الدايرة لازم كده، بس أنا مش شايف سبب ليه يعني، فاهم؟ هو هنا هو دكتور الفلول هيخرج من اللمة الثانية غير الفلول هيدخل اللمة الثانية نتيجة اختلاف الإريان. طيب ماشي، وبعدين ما أنت في الآخر في كل ناحية، ما أنت برضو حتى هنا في الموتور صحيح على الفلول 2، بس أنت هل تضمن إنه مثلا وأنت بتدور كله كويس، كل الكونديشن زي ما هي، زي وانت بتدور كاونتر كلوك وايز، ما جايز تكون بتدور كلوك وايز بسرعه عاليه فالبريشر شوك هتبقى، فاهم؟ هتبقى لكن في الناحيه الثانيه جايز بتكون بتدور بسرعه اقل، او مش بتدور ماس مومنت بريشر عاليه. لا هي مش كده، هو بس الدايره اترسمت كده، لكن ممكن الدايره عدلها بحيث ان دول شكلهم يبان كروس اوفر، فاهم؟ لكن هي دايره اترسمت كده. اي سؤال ثاني؟ شوفكم على خير في المحاضرة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله يا دكتور. مش عارف والله، مش عارف. لا غالبا هتبقى في وسط الأسبوع اللي جاي بإذن الله. لأن أنا بقيت أجي مكتب يعني، فإن شاء الله هنخليها في وسط الأسبوع اللي جاي يعني، برضو ثلاث يا أربع حاجة كده يعني. إن شاء الله. شوف بس. شكرا. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام. تفضل. بنعمل ستوب شير ازاي يا استاذ اسلام؟ ستوب شير اهو كده.